بالتأكيد المعلم يعني عليه مسؤولية كبيرة بإنشاء جيل من الطلبة واعي ويعني على قدر من المسؤولية. فنتحدث عن هذه الجائزة يعني التي تم تسليمك إياها، وحدثينا عن أساليبك المميزة في التعليم. يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين. بالفعل حقيقة ما قلتيه، يعني نحن في وجه الاحتلال نقاوم، ولا بد من التعليم هو السلاح الذي نقاوم فيه. تأكيد. فلذلك كان لابد من النهوض بعملية التعليم حتى ننهض بالمجتمع. أكيد. والتعليم اليوم الرقمي أصبح في القمة، فحتى إحنا نتساوى مع الأمم ومع الناس الآخرين ومع الدول المتقدمة، علينا أن ننهض في التعليم، ويجب أن نترك بصمة في التعليم حتى نكون مؤثرين. لذلك لازم نعمل على سايدين، أو نشتغل على مبدئين، اللي هي جودة التعليم ومتعة التعليم. هلا بالنسبة لجودة التعليم، اليوم العلم أصبح التقنيات الحديثة واستراتيجيات طرق متعددة، واليوم الأحدث شيء اللي هو دمج تعليم العلوم والرياضيات بالهندسة والتكنولوجيا. وهو نظام ستيم. وهو نظام ستيم. الذي تم الحديث عنه، يعني قمنا باستضافة وزارة التربية والتعليم، والذي يعني يبرهن ويبين بأن العملية التعليمية هي عملية تكاملية، وحضرتك يعني معلمة الكيمياء، فلو تحدثينا أكثر عن عملية الدمج ما بين الكيمياء وربطها بالهندسة حتى والرياضيات. أوكي. الآن أنا اشتغلت على مبدئين وهن من أهم المبادئ، اللي هو أول شيء التنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة 17 احنا اشتغلنا على الجانب الصحة وجانب التعليم اللي هو الأمن الغذائي، بالإضافة دمجهم مع ستيم. هلا كانت المشاريع، هي أنا قمت بالعديد من المشاريع، كان من أهمها ثلاث مشاريع أطلقت مع مؤسسات خاصة. كانت المؤسسة الأولى مؤسسة عبد المحسن القطان، وهو التعلم عبر المشروع ضمن عباءة الخبير، وهون تعلموا الطلاب كيف ينتقلوا من عالم الخيال إلى عالم الواقع، ويبلشوا جميع ابتكار وإبداع طرق وأساليب جديدة لحل المشكلات اللي معروضة في التخصص الزراعة والأمن الغذائي. ثم انتقلنا مع مؤسسة فيصل الحسيني اللي هي البحث العلمي القائم على التجريب. هون أصبحوا الطلاب يعني يقومون بتجارب علمية تهتم بالصحة و جميل. بالحديث عن التجارب العلمية وعن التطبيق، يعني طلاب من الصف الرابع يعني قاموا باستخدام برنامج الأوتوكاد. يعني قديش هذا الموضوع من الممكن أنه يطور القدرة العقلية عند الطلبة، ولربما يهيئهم لسوق العمل، ويعني من أكثر لربما التخصصات اللي بنحتاجها بسوق العمل موضوع البرمجة وموضوع يعني التكنولوجيا وهذا الموضوع. فعن تجربة يعني العمل مع الطلاب على برامج مثل برنامج الأوتوكاد اللي بنعرف أنه طلاب الهندسة اللي بيستخدموه. نعم. هلا هاي البرنامج كان تو بي انوفيشن عنوانه، وهو مع مؤسسة هاني القدومي اللي اتدربونا، هم جانب من فنلندا. كان هذا هدفها انه اطلاق العبقرية والابتكار في فلسطين والابداع. من هون بلشنا الانطلاق في الابتكار. طبعا كل هاي المشاريع كانت بشكل متسلسل ومتداخل مع بعضها ودمجتها مع بعضها. الطلاب تنقلوا وقتها من غرفة مختبر العلوم الى مختبر الحاسوبة، من ثم الى حديقة المدرسة. صوروا النباتات، بحثوا عنها باسلوب علمي من جوجل سكولر وليس من الجوجل العادي او اي معلومات، لا تعلموا الطريقة الصحيحة في البحث العلمي. من ثم دخلوا الى غرفة الحاسوب، قاموا بترميز هذه عمل كودات لهي النباتات البرية والموجودة في فلسطين، برية ومحلية. ثم عادوا مرة أخرى وضعوها على النباتات. أصبح بإمكان أي زائر إلى المدرسة الإسبانية أن يقوم بالتعرف على هي النباتات، المعلومات، الاسم العلمي، خصائصها، مكوناتها، أين تنمو، الموطن الأصلي لها. ومن ثم صممنا بحديقة اللي هو برنامج سويت هوم 3D الأوتوكاد. هذا البرنامج أنه الطلاب يصمموا حديقة إلكترونية كان لها أكثر من مغزى، أنه بتعلم من خلالها الرياضيات عن طريق أنه هي المساحة، مثلا كديش بدي مساحة الحديقة، طول العرض بتعطيك يا بالسنتي بالمتر بالكيلو، كديش المسافة بين كل نبتة ونبتة، شو نوع الجدار اللي أنا بدي أستخدمه بالحديقة، قابل للتحلل، آمن للبيئة، شو دوره النباتات، شو دورها في المحافظة على التغير المناخي والاحتباس البيئي والتقليل منها. جميل. وإحنا هلا عم نشوف صور للطلبة وأيضا للتكريم يلي تم، ويعني بالحديث عن موضوع التكنولوجيا والعلوم والرياضيات، يعني هذه الأساليب من شأنها لربما أن تقرب المعلم من الطالب، وإذا ما تمت هاي العملية تقريب المعلم والطالب لربما الطالب يعني بصير عنده قدرة على الاستيعاب أوسع، راحة في العملية التعليمية. فشو اللي يميز أسلوبك عن باقي لربما الأساليب المتبعة بالتدريس، وهل من الممكن نشوفك عم تنقلي هذا الأسلوب لباقي معلمين الكيمياء، معلمين التكنولوجيا، ويعني
يعني باقي المدرسين هون عندنا في فلسطين أو حتى في محافظة رام الله؟ المعرفة نجدها في أي مكان، بإمكان أي طالب يجد المعرفة ويبحث عنها، ولكن هناك الأسلوب التي تستخدمها. الآن العالم التكنولوجيا والطلبة كلهم هلا والجيل الجديد كله بيبحث عن التكنولوجيا لأنه بين يديه، يعني متوفر. الكمبيوترات والآيباد وأي شيء بخطر في باله بقدر يلاقيه من طريق بالضبط. جوجل من طريق تسخير هاي الطاقات وتوجيهها بالشكل الصحيح والاستخدام الآمن للتكنولوجيا والاستخدام الصحيح هو اللي رح ينشئ الجيل المبدع والقادر على احنا شاركنا في الأسبوع العربي للبرمجة ومدرستنا جابت من مركز برضو في الأسبوع الذهبي فازوا بالنشاط الذهبي على مستوى المدرسة الإسبانية على مستوى محافظة الوطن، دليل إنه الطلاب عندهم هاي المواهب ويمتلكونها. أنا عبر فضائيتكم وفي الفضائيات التلفزيون كمان شاركت فيها إنه عمالي بنشر في التجربة، وأي جميع المعلمين اللي بيسألوني شو عملت شو الأداء أنا طبعا ما بختصر هذه الفكرة أو التجربة، لا أنا أصلا مساعدة تعليمها. شو دور وزارة التربية والتعليم بأنها مثلا تعمل ورشات عمل لتتناقل الخبرات ما بين المعلمين؟ يعني حضرتك حصلت على جائزة المعلم المميز وهناك أيضا معلمين آخرين حصلوا على مثل هذه الجوائز في مجالات مختلفة، فيعني شو دور وزارة التربية بأنها تعمل ورشات عمل لتناقل الخبرات؟ يعني مشكور الدكتور معالي وزيرنا الدكتور مروان عورتاني، كرمني صار 3 مرات تقريبا في مؤسسة القدومة ومؤسسة والمعلم المتميز، وأيضا في كمان كانت مسابقة الإبداع والتميز على مستوى أبحاث الرياضيات. يعني هو يشيد بالعملية التعليمية ويشيد في جميع الابتكار والإبداع وبدعم أي معلم يعني قادر على الإبداع والتميز ويتيح له المجال. مشان هيك كان في آخر لقاء حكى إنه رح يدمج جميع المعلمين المتميزين يقدموا خبراتهم عن طريق تدريب المعلمين الآخرين ومشاريع ستيم اللي أصلا الوزارة حاليا شغالة عليها. جميل. احنا بنتحدث عن هذه المشاريع تطبق في المدارس الحكومية، ومن الجميل أيضا أن نقول بأن المدارس الحكومية هنا يعني ترتفع وترتقي بمستواها التعليمي وبأنها لا تقل شأنا عن أي مدرسة خاصة أخرى، يعني هل بتشعري أنه في تطور على مستوى الاهتمام بالمدارس الحكومية هون عندنا بفلسطين؟ طبعا الاهتمام من الأزل، منذ الأزل حتى الآن، كل مواكبة التكنولوجيا مواكبة المدارس الحديثة والآمنة، بس يمكن احنا الوضع الاحتلال هو اللي بحدد من العملية التعليمية ومن ارتقائها في المدارس الحكومية، بس إجمالا المتوفر في البيئة والموجود من حوالينا بنقدر ننهض فيه ونكون مبدعين ومبتكرين، والحمد لله يعني المعلمين عندنا متميزين. صح احنا تم تكريم 10 المميزين في محافظات الوطن، ولكن هناك المئات بل الألوف من المعلمين المميزين، فمن هنا يعني كل عام والمعلمين بألف خير. أكيد يعني يوم الخميس الماضي كان يوم المعلم العالمي، أكيد يعني من علمني حرفا كنت له عبدا، والعلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم. ومن هون يعني أكيد بنحب نسمع منك رسالة لجميع المعلمين، كيف بتحفزيهم على ابتكار طرق جديدة بالتعليم والتقرب، التقرب ثم التقرب من الطالب ومن عقل الطالب من أجل تحفيزه واستيعاب قدراته وتطويرها؟ يعني أنا بحكي للمعلمين كل عام هم بخير، إذا أردت إحداث تغيير وترك بصمة في المجتمع عليك أن تبدأ بالطالب، ابدأ باحتياجاته واهتماماته، اعرف شو الطالب بحب وإيش بكره، ومن هنا بتكون نقطة الانطلاقة. الانطلاق ما بتحتاج إلى مثلا تقدم علمي وتوفر مختبرات وتوفر، لا، بالإمكانيات الموجودة تستطيع أن تتحدى المستحيل وتنتج التطبيق العملي والعمل بمجموعات وأنه يطلعوا برا الصف كمان هيك يطلعوا من أجواء الحصة، يمكن هاي الأشياء كمان بتلعب دور كتير كبير. يعني أكيد الأساليب كثيرة وعديدة من حضرتك ونتمنى يستفيد منها جميع المعلمين وننهض بالعملية التعليمية، والتعليم هو سلاح ومقاومة لأطفالنا هنا بفلسطين. شكرا جزيلا لحضرتك المعلمة حليمة ناصر. الله يبارك فيك يا ربي. بوجه بس شكر لمعالي الوزير كمان مرة الدكتور مروان عورتاني، أيضا لمدير عام التربية والتعليم اللي نصر أبو كرش، ومديرة المدرسة الإسبانية باسمة الصواف محافظة رام الله والديرة. كل التوفيق لك. شكرا لكم.